مساء الخير واهلا بكم في المصري افندي 360. النهارده بدايه برحب بزميلتي العزيزه دينا عبد الكريم. اهلا دينا. اهلا بيك يا احمد، مبسوطه جدا اكون معاك. اهلا بيك. بدايه برضو كده دينا عامله لنا النهارده مناظره يعني بتطرح فيها الخلاف، او دايما من المشاكل اللي حصلت مؤخرا مع الاقباط كان دايما الاتهام بيوجه فيها لتيار السلفي او لفكر معين ما كانش موجود بيننا زمان، اللي ما كناش زمان بنحس فرق مسلم ومسيحي والكلام ده. بدأنا نسمع مصطلحات نصراني، ده رجل مش عارف ايه، ده اهل ذمة، ده الكلام ده بدأ مؤخرا يتردد، وبناء عليه حصلت وقائع كتير جدا للفتنة الطائفية مش حابينها ومش مؤثرة. ويعني كان اخطرها سيدة الكرم الواقعة الشهيرة في محافظة المنيا. زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم عملت مناظرة بهذا الشأن، ومن الاخر كده هي المسؤوله عنها. يعني لو في ضرب اضربه في دينا، انا راجل انا ما عملتش حاجه زيكم، هتفرج. انا بس انت مستغربه في حاجه واحده بس، انت ليه بتقول كنا زمان وما سمعناش؟ ليه محسسني ان انت قديم قوي؟ أنا انت دينا. انت شكلك يعني لا متهيألك، اصل احنا بالنسبه لنا من ساعه ما اتولدنا احنا بنسمع الحاجات دي، والحاجات دي بالنسبه لنا بقت جزء من الثقافه العاديه. فكره انه يحصل اعتداء النهارده وانه يحصل حادثه طائفيه وانه يحصل، دي جزء من حياتنا. كونك بتقول ان كنا زمان، لا اقول لك حاجه، هقول لك ليه. بصي تعالي كده نرجع بالتاريخ. اول حدث يجي في ذهنك للفتنه الطائفيه اعتقد احداث الزاويه الحمراء ايام السادات، في بدايه في سنه السادات. برضه بتكبر نفسك. لا ليه، انا كنت يعني ما كنت موجود يعني. المهم ساعتها انا قصدي ان ايام الرئيس عبد الناصر، ايام الملك فاروق، ايام قبل كده ما كانش في احداث فتنه طائفيه. لكن لو خدنا بدايه الزاويه الحمراء، بعد كده حريق محلات الذهب، بعد كده محلات نوادي الفيديو، بعد كده ظهر بقى الكشح لو في تفتكري. تاريخ معين بالظبط. فليه وازاي ده نشوفه في المناظره. صح. بس المهم ان اي ضرب دينا يا جماعه انا هو بسلمها من اول الحلقه، مش دعوه. بالظبط. طيب. زي ما بيقول زميل العزيز احمد، هو فكره انه ايه هيجيب عليا الضرب بعد المناظره، فاحنا مأجلين بقى كل التعليقات ومداخلات حضراتكم بعد المناظره. الحقيقه انه فعلا زي ما قال احمد، المناظره كانت بهدف اننا نناقش قضيه تعريه كرامة المرأة المصرية، وكنا في عام المرأة، ده رجعنا نرجع نفتكر هذا الموضوع. لكن المناظرة خدتنا بقى في سكك تانية كتير، مش عايزة أحرقها لكم، لكن خلونا نبتدي. وبرضو لا معلش أنا أعطيك في حاجة، ناس كتير بتهاجم هذا الاتجاه وتقول لك بلاش تشعلوا الفتنة مش وقته. أكبر غلط إن أنا أدفن راسي في الرملة. يعني في ناس معتقد إن أنا لما ما اتكلمش على حاجة وتجاهلها إنها هتتحل لوحدها، وللأسف دي الطريقة اللي بنحل بيها مشاكل كتير قوي. يعني انت احداث الفتنه الطائفيه بنعتمد ان الامن يجي يقعدوا يبوسوا بعض ويحبوا بعض، واللي في القلب في القلب. طب انا ليه ما اطرحش الموضوع واشوف الغلط جاي من عند مين، الفكر الفلاني احاسبه؟ مش عايزين برضو نحرق، خليها في المظاهر. النهارده الكاتب الصحفي حمدي رزق كتب مقاله يعني شدت انتباه ناس كتير عن نقل جامعه القاهره الى العاصمه الاداريه الجديده. بغض النظر عن فكرة نقل الجامعة نفسها أو ضرب المثل بنقل الجامعة الأمريكية اللي كان في التجمع الخامس، وأنا أوعى للأيام دي كأنها مبارح، يعني ساعتها اتقال يا التجمع الخامس ده هي أحلى حاجة إنها في التحرير، إزاي الطلبة هيروحوا كل المشوار ده؟ بالظبط. أياميها لو تفتكري برضو أكاديمية الشرطة لما اتعملت، يا ساتر أكاديمية، يعني كنا مستبعدين الكلام ده كله. ولو رجعنا تاريخيا هنلاقي إن البارون بان اللي هو عمل مصر الجديدة لما عملها كان الناس بتبص له ان هو عمل جنوني، ازاي هتنقل الناس لضاحيه جديده اسمها مصر الجديده. وبالظبط كان وقتها مصر الجديده دي الصحراء، يعني ده اللي كان بيتقال. بالظبط. فيا ريت ان احنا كمصريين نبقى مجهزين نفسنا ومؤهلين نفسنا ان هيحصل نقل زي ده، ما نجيش بقى ساعتها نلاقي مظاهرات واعتصامات وقطع طرق، لا جامعه القاهره لا، طب مجمع التحرير لا، ما انا هشرح لك. يعني الموضوع النهارده العواصم الجديده بتتعمل ليه؟ ايه الهدف منها؟ بتتعمل عشان يتكون فيها حياه جديده وتتخلق فيها ثقافات جديده، وطبعا جامعات ومدارس جديده. لكن فهمني فكره انك تخلي القاهره من كل معالمها ورموزها وكل ما فيها من جمال، وانك تقول ان كل ده هيروح لمكان تاني. طب ما انت كانك رقم واحد نقلت كل الزحمه مكان تاني، ونقلت ومسحت تاريخ. انا ده اللي فارق معايا. وجهه نظر تحترم، بس مين قال لك انا بعمل تفريغ؟ هو القاهره النهارده بيخشها الساعه 2 الظهر قرابه ال 20 مليون مواطن، هي مقاسها يشيل 8 من 6 ل 8، ال 12 دول محشورين كاتمين على نفس ال 8. فلازم اخد قرارات جريئه من دي. يعني لما هتحصل العاصمه الاداريه الجديده ده مش كومباوند جديد عاملينه وهنقعد نعمل الناس اعلانات. هسألك
هتروحوا تلاقوا اشجار وملاعب جولف، لا دي مدينه هيروحها الفقير والغني والنص نص والعامل والمسؤول وكله. الراجل الطالب اللطيف بتاع الجامعه الامريكيه لما اتنقلت الجامعه الامريكيه، انا فاكره كان في مظاهرات حتى في الجامعه الامريكيه وقتها، الطالب بتاع الجامعه الامريكيه لما اتنقلت الجامعه الامريكيه، الجامعه الامريكيه عملت له ايه؟ عملت له باسز ووسائل مواصلات، وحتى لو هيروح هيروح بعربيته او بمواصلات. طالب الجامعه الامريكيه مش هيتاثر، بالعكس هو راح على كامبس جديد اوسع والطف، واكيد ايه كلنا دخلناه وعارفينه. سؤالي دلوقتي، احنا قصدين انهي طالب؟ يعني قصدين الطالب اللي بيتعلم تعليم مجاني، الراجل اللي اجتهد وجاب مجموع كبير في الثانويه عامة ودخل جامعه القاهره ودخل كليه طب او كليه، قصدين الطالب ده ناخده اللي ساكن من فيصل نوديه العاصمه الاداريه؟ لازم نغير الثقافه دي صدقيني. نفس كلامك ده كان بيتقال من 20 سنه على التجمع على 6 اكتوبر. النهارده جامعات 6 اكتوبر خلقت حواليها مجتمعات كامله. اه طبعا لازم هيبقى في مواصلات، شيء طبيعي. يعني بص الطبيعي ان ما اعتقدش ان احنا هنعمل عاصمه الاداريه ونقول للناس خد ميكروباص بتاع الطلبيه اطلع هيوديك هناك، ده يبقى فشل فشل ذريع. لازم هيبقى في مترو، وقيل ان في خط مترو هيتعمل لغايه هناك. لازم في قطر الكهرباء اللي بيقولوا عليه ده، الخطوط الجديده هتبقى موجوده، اعتبريها موجوده. لازم نستعد لثقافة الانتقال. حتى لو الحاجات دي موجودة برضو مش موافق، لأنه تخيل معايا برضو كمية الطلبة اللي في جامعة القاهرة، عندك كلية طب اللي هي في القصر العيني، وعندك كلية صيدلة، وكلية علوم، كلية تجارة، كلية حقوق، عدوا معايا بقى يا ناس يعني، وكلية أداب. عندنا حوالي 140 ألف طالب في جامعة القاهرة. عايز تقول لي أن أنا هركب 140 ألف طالب مترو عشان يروحوا العاصمة الإدارية الجديدة، وأخلي هذا المبنى اللي عملته الأميرة فاطمة اللي هو تاني أقدم؟ مين قال لك هخليه؟ أنا هعمله دراسات عليا مثلا. إيه المشكلة؟ ما الجامعة الأمريكية النهاردة في وسط البلد زي الفل، شغالة مؤتمرات وندوات والمكتبة طيب موجودة. طيب ما ردتش عليا ال 140 ألف واحد دول هيوديهم ازاي؟ ما يتعودوا يتعلموا يروحوا. يتعلموا يروحوا العاصمة الإدارية؟ إيه المشكلة؟ لازم نغير الثقافة. ادفع كام؟ انت تعلمت يا احمد تعليم خاص ولا تعلمت تعليم حكومي؟ كله تعلمت الاثنين كله على بعض. صح. انا كنت في كليه صيدله جامعه القاهره، وما اقدرش انسى ان انا كنت بدفع مثلا 98 جنيه في السنه عشان اتعلم، واتعلمت تعليم عظيم وراقي. بتخيل بقى حياه واحد او شاب كده بيدفع، ده اكيد دلوقتي بيدفعوا اكتر يعني، بس بيدفع 200 جنيه في السنه، وهو ساكن مثلا في الهرم، وبيروح بمواصلات ب 100 جنيه في الشهر الجامعه، وان انا اطلب منه انه كل ده يتضاعف عشان انا هنقله بقى في جامعه تماماً جديده. تماما. ان لو في عبء مادي مش هيحصل، بس لو في، افترضي بقى ان في اشتراكات طلبه في القطر الجديد ده وحلت لهم مشكله المواصلات. بلاش كده. انت بتقولي صيدله، انا كنت في اقتصاد وعلوم سياسيه وباخد مكافاه تفوق طول سنين الجامعه، يعني واقف عليهم بخساره بيدوني فلوس عشان اتعلم. خلاص. وكان معانا اولاد بتيجي من مرسى مطروح، وبيجوا من اسوان ومن الاقصر ومن سوهاج. اللي عايز يتعلم ده لازم يعاني، مش شرط ان هو يلاقي الجامعه في اول الشارع. طب عندي سؤال هقول لك، بس اقتراح، خلي جامعه القاهره بروعتها وشياكتها وجمالها وعظمتها ورمزها وساعه جامعه القاهره اللي هي ملهمه لناس كتير، سيبها في حالها واعمل جامعه جديده سميها جامعه العاصمه الاداريه، جامعه زويل. لا طب انا هعمل كده، طب انا هعمل توسعات، وانت فكرك هتروح زي ما هي. لا انا عايز الطالب من حقه يلاقي ملاعب، يلاقي نادي معين يروح فيه، يلاقي جامعه حقيقيه. انت الجامعه النهارده طيب سيبوا جامعه القاهره في حالها. نفس مشكلتنا جامعه القاهره لو فيها 140,000 اراهنك مقاسها يشيل 30,000. دي بقت كل مشاكلنا. مستشفى القصر العيني لو بتخدم النهارده مليون، يوم ما اتعملت العيني باشا لما عملها كان قصده ساعتها انها تخدم 10,000. فلازم جه الوقت ان انا افرغ افضي. مجمع التحرير الكوميدي ده اللي بيخشوا كل يوم نص مليون مواطن، اروح بقى هناك افكه بقى، اقسمه اوزعه على العاصمه. هحكي لك مشهد الفكه ده هيبقى عامل ازاي. انت عارف الطريق للعاصمه الاداريه برغم كل الطرق والتوسعات اللي بتتعمل عشان اروح العاصمه الاداريه، عندي حل من الاثنين. لو انا كنت من سكان النص الغربي من القاهره فاروح من الدائري، عارف الدائري هيبقى شكله عامل ازاي الصبح. يا اما لو كنت من سكان مصر الجديده ومدينه نصر هروح من طريق السويس مثلا. انت بتتكلمي على حاجه انا بفترض فرض جدلي ان كل ده اتحل. كل ده هيتحل؟ اه. عندك مانع بقى؟ اه لسه عندي مانع. ايه تاني؟ التاريخ. انه الدول بتبنى طبعا بتعمل مستقبلها بس بتبنيه على تاريخها، لكن كنا اننا عندنا حاله من محاولات ان انا امسح وانسى مش بمسح، انا هخليها دراسات عليا بس بفرغ بوسع. منتقل. انا بعتقد ان انا ممكن وانت فكرك انا عامل عاصمه اصل عدد محدود من لو احنا متخيلين العاصمه دي اتعملت عشان تبقى كومباوند الفيلا مثلث جناين يبقى هتفشل فشل ذريع. ليه؟ الناس اللي خدت في التجمع وفي الكلام مبسوطين، ما اشتكوش، مش هيروحوا ينقلوا هناك. اللي رايح هناك مين؟
المواطن اللي هو عيشته سودة هنا بيصحى يتحشر في اتوبيس عشان يروح مصلحة حكومية يتحشر فيها، المواطن ده من حقه ينتقل. يعني انت عايز تقول عايزين نعمل فرع من جامعة القاهرة في التجمع؟ لا انا عايز انقل الطلبة كلهم. لا انا عايز انقل الطلبة كله. انا مؤيد الاستاذ حمدي رزق ان جامعة، مش جامعة القاهرة على فكرة، ده انا عايز جامعة القاهرة والوزارات والهيئات الوحدات الإدارية. انا مش طبيعي ابدا، يعني من الغريب ان انا اخش عمارة فيها عيادة على مكتب محامي على ايروبكس حد بتاع بيلعب تمرينات على حضانة اطفال على بيوت. الكلام ده مخليكي عايشة في مهرجان. موافق. ألم الحاجات الإدارية دي كلها وألمها بقى على الشياكة هناك، تعالى حضرتك عايز الحي الصحي العيادات اتفضل يا فندم خش يمين، صحي عايز وزارة التموين اقعد في الجنينة اللي هناك دي اشرب لبن اشرب لبن من عنا. الافتراضات خيالية وعظيمة، وكأن هيبقى في مترو بيشيل 140 ألف طالب، وكأن الجامعة الجديدة هتساع ال 140 ألف دول بتوع عين شمس. وقلت مين تاني؟ ليه بتعتبروا الأحلام ليه في سقف الأحلام؟ طب سؤال، جول كهربا امبارح ده يمثل لك ايه؟ بتقول ايه؟ جول كهربا امبارح في ماتش مصر والمغرب يمثل خيال؟ لك ايه؟ لا بيمثل المحاوله لحد النفس الاخير. موافقه على دي؟ لا. والاصرار؟ لا لا خالص. وكل حاجه بيمثل ان احنا يسوي كان على راي اوباما بقى الله لا يرجعه. طب ما احنا انت استطيع يعني، بس انت مش فاهمني. احنا عندنا بصي، انا مش بقول احنا ما نقدرش، انا بقول احنا ليه بنفكر كده. انت بصي ليه ما انت نفكرش؟ بتحبي الكوره ولا ما بتحبيش؟ بحب الكوره، امبارح حبيتها قوي كمان. جميل. امبارح اتفرجت على الماتش. انا شايف ماتش مصر والمغرب ده امبارح رساله ان مصر 2010، احنا من بعد 2010 منهارين نفسيا. معايا ولا مش معايا؟ عشان ما عندناش انتصارات ومكاسب في مجالات كتير. ماتش امبارح ده في حد ذاته حسسنا، يعني انا مش عارف، يمكن انا حسيتها كده، ان احنا في التنظيم قادرين نرجع. الراجل هيكتور كوبر ده طبعا هو لو خسر يوم الاربع كل الناس كنا قلنا عليه حاجات تانية، بس انا من اول يوم بقول الراجل ده منظم، الراجل ده عامل سيستم. انا امبارح عجبتني صورته وهو بيبوس العلم. لا غير كده، هو الراجل ده فهم عقليه اللاعب المصري. الراجل ده زي محمود الجوهري، هات اللعيب حفظه يا بابا، ما تطلعش من هنا، خلي بالك ما تهاجمش غير لما اقول لك. حط سيستم للفريق المصري، يحطيه في سيستم والله بينجح، بدليل المصري في دبي، المصري في امريكا، المصري في اوروبا، غير المصري هنا خالص، عشان هنا سداح مداح. كل كلامك ده موافق عليه، فلو عملنا سيستم بس في العاصمه الاداريه والله هتلاقي منتج تاني خالص. موافقه جدا، لكن برضو ما مش موافقه ابدا على فكره محو التاريخ. انت جايه ولا مش جايه؟ انا جايه، انا هروح اعمل اي حاجه، لكن مش هقبل ابدا انه بقول لك نص سكان القاهره او ثلاث ارباع سكان غيري القاهره غيري انس في حمامك القديم، غيري التفكير ده بطل. انه ايه؟ انه البنت تسكن جنب امها، وان الراجل بيته يبقى جنب شغله، والفكر ده بطل. ما هو ده اللي حشرنا في كل ده. تعالي ناخد صفيه من القاهره نشوف رايها. يمكن نشوف صفيه. مساء الخير، اهلا بيك. مساء النور، اهلا بيك، اتفضل. يعني معلش، الموضوع اللي بتتكلموا فيه طبعا ده موضوع مهم قوي يعني، بس حضرتك الدكتوره اعتقد حضرتك خريجه صيدله، مظبوط؟ ايوه يا فندم. يعني عايزين بقى نخرج بالفكر بتاعنا، يعني زي ما حضرتك بتقول. قول لها والنبي يا استاذ صفيه، انا غلبت معاها بقى لي 10 دقايق. يعني عايز تخرج من الفكر ولا عايز تخرج من الجامعه يا استاذ صفيه؟ النهارده طالب جامعه القاهره بيروح ازاي؟ طالب جامعه القاهره اللي بيجي من اليوب او بيجي من المرج او بيروح ازاي؟ تمام. ما هو برضه بدل ما يجي من المرج يروح القاهره، يروح جامعه القاهره في الجيزه، هيجي من المرج يروح العاصمة الجديدة. بعد العاصمة الجديدة حضرتك دلوقتي لها كذا طريق، حضرتك بتقولي طريق الدائري. لا مش الطريق الدائري، في طريق العين السخنة اللي بيتوسع بقى أربع حارات رايح وأربع حارات جاي، وفي طريق السويس اللي بيتوسع. ما احنا لازم نخرج، مش معقولة هتفضل القاهرة مخنوقة كده. طيب أنا موافقاك يا أستاذ صفي، لازم نخرج من القاهرة. حد يرد عليا يقول لي الطالب اللي ساكن في المهندسين وفيصل وجنب القاهرة، في جنب القاهرة في منطقة اسمها صفة اللبن وفي التحرير وفي بولاق، الناس دول هيروحوا العاصمة الإدارية بكام؟ حد يرد علي؟ هتوديه الصبح الجامعة؟ هيبقى في اشتراكات أكيد للطلبة. احنا لسه بنقول هيبقى فيه، واحتمال يبقى فيه. ليكي عليا أنا لو مفيش، لو مفيش نرجع في كلامنا. حاضر. طب تعالوا نشوف زينب. زينب من الجيزة، أهلا بيك. أيوة يا زينب. أيوه، عايز أكلم المدام دي، اسمها إيه؟ اسمي دينا عبد الكريم يا استاذه زينب. ايوه دينا عبد الكريم، عايزه اكلمها بقى في الاعتراضات بتاعتها. قولي لي. ومحو التاريخ. مين اللي هيمحي التاريخ ده؟ احنا بالزحمه بتاعتنا دي محيين التاريخ. يعني انت حضرتك موافقه ان جامعه القاهره تبقى مبنى فاضي ما فيهوش دراسه، لكن يبقى مبنى تاريخي؟ ما حدش قال انه مبنى فاضي. وبعدين جامعه القاهره في ناس ساكنه في مصر الجديده بتيجي جامعه القاهره، وفي ناس ساكنه ما اعرفش في حلوان بتيجي جامعة القاهرة. هي دي اللي صعبانة عليكي قوي،
انت انا عارفاكي من الاخبار اللي كنت بتجيها بتاع الدير المصري اليوم على طول معترضين، حاجه تقرف. لا لا يا فندم معلش، لا الاعتراض والمناقشه مش حاجه تقرف يا فندم، بشكرك على التهذب في الحديث، لكن الحقيقه تعالوا نوضح وجهه النظر ونستقبل ناس موافقه ومعترضه، موافقه ومعترضه على الفكره. احمد بيقول انه لا طبعا ننقل جامعه القاهره ونخليها تروح العاصمه الاداريه. انا لازلت مصر على رايي جامعه القاهره صرح لازم يفضل في مكانه، وفي العاصمه الاداريه نعمل جامعه ثانيه. يا ارجوكم احب على راس التسعين مليون نختلف باحترام، نختلف بأدب، نختلف بشياكة. يعني أنا النهاردة مع كامل احترامي للمداخلة، ليه حاجة يعني ما لا أنا مش رأيك مش مقتنع بيه دينا أحمد، ما هو ممكن حد دلوقتي يخش يشتمني. لا وخلي بالك إحنا مش بنختلف. تعالوا يا جماعة مين معانا من اسكندرية؟ يوسف من اسكندرية، اتفضل يا أستاذ يوسف. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل يا فندم. يمكن هتكون وجهة نظري مختلفة، أنا مش من القاهرة، مش من سكان القاهرة، بس انا بنزل القاهره كتير وبنزل وسط البلد كتير. تمام، ارجو ان يسع صدرك كده ليا شويه توضيح وجهه نظري. اتفضل يا فندم. توضيح وجهه نظري في ان في ناس كتيره جدا بتدفع فلوس كتير احنا يمكن ما بنحسش بيها، لان الناس دي عايزه تروح تتعلم تعليم جامعي محترم ونظيف. يمكن في ناس كتيرة قوي، المثال اللي حضرتك كنت قلته ان الجامعة الامريكية لما اتنقلت وراحت التجمع الخامس ده عمل نقلة كويسة، بس احنا خلينا نتكلم على الناس اللي رايحين الجامعة الامريكية اللي ممكن يكون تلات ارباعهم معهم عربية، فبالنسبة لهم المواصلات ما يكونش ليها مشكلة، لكن وجود الجامعة في وسط البلد بتوفير مواصلات اوريدي موجودة دي بتوفر كتير جدا جدا لل 150 ألف واحد، لو افترضنا ان هم يسيدي 150 ألف. دي رقم واحد. رقم اثنين، دلوقتي لو ان الناس اللي موجوده ديت قلنا ان زي ما حضرتك كنت بتقول احنا هنوفر مواصلات وهنوفر وهنوفر وهنوفر. لا خلينا نحكي الحكايه بالعكس. نوفر مواصلات الاول وبعد كده ننقل. لكن هنقول هنعمل وهنعمل وهنعمل. حضرتك وجهه نظر حضرتك وصلت يا فندم. نشكرك شكرا جزيلا. وناخد استاذه نبيله من القاهره، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا دكتوره دينا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك استاذ احمد. معلش انا بتفق مع دكتوره دينا في موضوع الناس اللي ساكنه ناحيه الهرم والجيزه واكتوبر والكلام ده. اول انا ساكنه في التجمع، انا عشان انزل مصر الجديده باخد مثلا بتاع ساعه الا ربع بعربيتي، اوكي، وبنزل في مواعيد 11 12، مش بنزل في مواعيد موظفين. بتاخدي الوقت ده بسبب زحمه الطريق تقصدي؟ يعني والطريق بياخد ساعه الا ربع عشان توصلي مصر الجديده دكتوره دينا او توصلي مدينه نصر. تمام، اللي هي اقرب نقطه للتجمع. طب بص يا فندم، عشان احنا برضو معلش مع كامل احترامي مشاهدينا مش من القاهره بس ممكن ما يكونوش فاهمين الوصف ده، حضرتك عندك حق، بس هو الاصول بقى ان الراجل اللي ساكن في الهرم ده يتعمل له برضو فرع من الجامعه في 6 اكتوبر، والراجل بتاع التجمع يروح العاصمه الاداريه. طيب يعني انا توجهت بقى على فكره انه نعمل فرع. انت كده وافقت على فكره ان جامعات اخرى واحنا هنفضل طول عمرنا بجامعه القاهره بس. مظبوط، يبقى انت كده وافقتني على رايي صح؟ يبقى ان انا هفضل الجامعه بتاع جامعه القاهره لسكان جامعه القاهره بحسب التنسيق الجغرافي اللي طول عمره بيحصل، ويبقى التجمع يتعمل لها جامعه جديده تحترم ادميه الناس. في الاخر مش في مثل بيقول لك ايش غرض لعمة غير قفة عيون؟ لا ما اعرفوش، خد بالك انا كل اللي يهمني فضيلي القاهره. ماشي، فضيلي القاهره، اعمل تنسيق جغرافي. سلمها لي بيضه كده فاضي. ابراهيم اهلا بيك يا ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ استاذ ابراهيم اهلا بيك. مساء الخير يا دكتوره دينا. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب يا فندم. والله انا من كنت في جامعه ايه يا استاذ ابراهيم؟ بن عبيد القاهريه سنه 70، رحت اداب اسكندريه وكانت احلى ايام وايام لها ذكرى كبيره جدا. ايه المانع ان احنا نروح العاصمه الجديده بس بشرط يكون في مدينه جامعيه ويكون في مواصلات مريحه. تمام. طيب ايه المانع يعني؟ على العموم يا فندم تحياتي لبني عبيد اللي كسبت الزمالك، انا مش ناسيها لكم خلي بالك يعني. هو بيقول لك في مواصلات مريحه. بني عبيد ده عملوا لنا عقده. مواصلات مريحه. بني عبيد دي جايب لنا عقده. ومساكن ادميه. اسمع بس الناس بتقول ايه. وانا قلت لك هيروحوا فوق الاتوبيس. انا مقر معاك. انت قلت لي بتحلم ان يبقى في مترو. هيبقى. يلا نحلم سوا. استاذ محمد من الدقهليه اهلا بيك. استاذ محمد. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. مساء الخير. مساء النور.
احب بس ان انا اقول ان انا مع راي الاستاذه دينا. اكيد ما ينفعش تاني كميه الطلبه دي اللي هم اصلا حاليا حاسين ان هم مجبرين على التعليم، فده هيبقى سبب وجيه جدا ان هو يقول لك لا انا خلاص مش عايز اتعلم، او يبقى سبب وجيه جدا ان هو ما يلتزمش في محاضراته. فاحنا ممكن نعمل حاجه تانية، الدراسات العليا اللي حضرتك بتقول عليها احنا ممكن هو اللي ننقلهم هناك، لان هو حابب بارادته ان هو يكمل في الدراسات العليا. لكن ما كبرش طالب هو عايز او حاليا حاسس ان هو مجبر على التعليم لانه ما بيستفادش، ان انا وديه مدينه بعيده جدا، بدليل ان اي طالب لما بيجي التنسيق بتاعه في مدينه اسكندريه في اي حاجه تعتبر قريبه حاليا بيحاول يحول جامعه القاهره. ليه؟ لانه مستبعد المشوار. طب اقول لحضرتك حاجه، ما انت فكرتني بحاجه، كان معايا في سياسه واقتصاد بنت وفاكر اسمها، كان اسمها ناديه، كانت بتيجي من مرسى مطروح كل يوم يا فندم. ده أهلها الزمن الجميل. ابوها اسمعيني بس، انت والدها ما كانش راضي عندهم تقاليد البدو هناك، ما تباتش بره بيتها، اقسم بالله كانت بتنام بالليل في الاوتوبيس بتاع مرسى مطروح، تصحى في الجامعه محاضرات وترجع مرسى مطروح. صدقني حرام عليك، يعني بنطلب من الانسان يعني عايز يتعلم والله بيروح اي حته. احنا كده مشكورك يا محمد، مشكورك جدا. احنا كده كاننا بنطلب من الناس يا اما يقضوا نص عمرهم في المواصلات اللي هو لا يلعب رياضه ولا يعرف ناس ولا يبقى عنده نشاطات اجتماعيه ولا اي حاجه، عشان احنا رياضة. عايزين نفضي الزحمه، فضيها بطرق تانية يا احمد. ده لا دينا انت يلا بصراحه انت مش موافق، بس انت وافقتني، خليك بالك هتتعبيني معاك، خليك بالك، خلي بالك ان انت وافقتني ان يبقى في فرح دينا عناديه ودماغها ناشفه وهتتعبني معاك. طيب هننتقل بقى لفقرة الأخبار، بس قبل ما نطلع الفقرة بأكرر التعازي لزميلي العزيز والأخ الجميل الأستاذ محمد علي خير لوفاة والدته، وعشان محبيه ومعشاقه كلهم المؤسسة المتفرجين، بكرة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في جامع عمر مكرم هيكون تلقي العزاء لوالد الأستاذ محمد علي خير، وده يعني طبعا دي حاجة يعني تطوعية، بس أنا عارف إن حبايبه كتير، وإن شاء الله نشوفكم بكرة هناك. وبعد الفاصل عندنا فقرة الأخبار، ولو دينا ما هدتش اللعب معايا هيحصل زعل في الفقره لو دينا فضلت لو دينا فضلت لو لقيتوها الفقره الجايه. يلا بعد الفاصل نتقابل.